مستر اوليفر، كنت بقول لك قبل الفاصل الدرع يحيى. يحيى اعتقد انه يحيى هو اللي هيختار مستقبله، وهو قرر انه يروح اوروبا، وهو طبعا مش قرار حلو للزمالك، هو هيروح لفريق كبير قوي في اوروبا. انت بتسالني لو ان احنا نقدر نستبدله؟ طبعا ما نقدرش نستبدله، لانه ما فيش غير يحيى الدرع واحد، هو قائد، هو لعيب جيد جدا، لكن طبعا النادي هيحاول انه يجيب لاعب جديد بديل ونخلق فريق جديد وننافس في الموسم الجديد. اعتقد مفتاح الفريق ده هو نلعب على المدى القصير مش البعيد، واحنا بدأنا الكاس وعندنا يحيى في الفريق، واحنا بنحاول ان احنا ناخد اللقب الجديد ان شاء الله لنادي الزمالك مع يحيى الدرع. عندك لا بعض اللعيبه حاططهم انت في وجهه نظرك من خلال الموسم الجديد بقى ان شاء الله، ممكن تقول على للاداره على بعض اللعيبه اللي انت حابب تضمهم لنادي الزمالك؟ مش هقول لك قول اسماء اللعيبه، بس انا بقول لك يعني ايه، هل ده الكلام ده في دماغك انت ولا؟ اوف كورس طبعا في لاعبين عاوزهم يجوا هنا، لكن مهم جدا ان احنا يكون معانا اللعيبه، والاول نشوف الامر الخاص بالمدير الفني وبعدين نشوف اللعيبه. انا مركز على الموسم ده وان احنا نفوز بالكاس، وبعد كده بعد ما نخلص الموسم ده ممكن نتكلم في الحاجات اللي بعد كده وفي الاعدادات بعد كده يعني.